السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد افتتاح المتحف الكبير في مصر يوم 1 نوفمبر، نتفاجأ بعدها بأيام بسيطة إن في قطارات نزلت مصر الجديدة، قطارات من شركة سيمنز الألمانية، وأنا حابب إن أتكلم عليها وأقول لك على الفيتشرز أو أكلمك على المميزات اللي هتقدمها لك القطارات دي. القطر ده حرفيًا طيارة بعجلات ماشية على الأرض، يعني هو بيمشي بحوالي سرعة ممكن نقول 230 كيلومتر في الساعة، يعني هو ممكن يوصلك من القاهرة لأسوان في 4 ساعات بس، بدل ما انت كنت بتركب قطر نوم انت في 4 ساعات بس هتوصل أسوان على طول. وكل ده يرجع لفضل التصميم الهندسي اللي تشكل بيه القطر ده. تعالوا كده نشوف المميزات الخاصة بالقطر الجديد ده من شركة سيمنز الألمانية. القطر ده مصمم ومجهز ان هو يمشي في الصحراء مصر، حتى كمان يعني التصميم او الشكل الهندسي بتاعه بنسبة 0% عائق هوائي يحصل للقطر ده وهو ماشي بالسرعة اللي قدامك دي. القطر ده ممتاز جدا جدا، يعني المحركات بتاعته، غير كمان ان دخل فيه الـ AI او الذكاء الاصطناعي في كمرة القيادة وكمان العجلات. وطبعا المناسب لجو مصر اللي هو في الصحراء، يعني مثلا لو درجة الحرارة 50 درجة مئوية هو قادر ان هو يخفض درجة الحرارة بفضل المبردات الموجودة في القطر، في العجلات، وكمان في جسم القطر. يعني لو درجة الحرارة بره 50 درجة مئوية هو القطر قادر ان هو يعمل تبريد ذاتي لنفسه خصوصا في العجلات. يعني زي ما انت شايف كده عجلات القطار فيها مواسير تبريد، لو درجة الحرارة بره 50 درجة مئوية قادر ان هو يبرد نفسه لحد 29 او 26 درجة مئوية. غير كمان الكراسي هتبقى بالداخل مريحة جدا وبيدعم شبكة الواي فاي. طبعا زي ما احنا اتفقنا ان هو القطر ده ممكن يوصلك من القاهرة لأسوان في خلال 4 ساعات بس، بدل ما كنت بتحتاج انك تركب قطر نوم انت بتوصل في ساعات معدودة لأسوان. طبعا مش محتاج ان انا اشرح لك المميزات، طبعا انا زمان قلت لك حرفيا دي طيارة ماشية على الأرض. أنا شرحت لك جزء بسيط جدا من مميزات شركة سيمنز اللي هي صممت القطر إن هو يكون مناسب إن هو يمشي في صحراء مصر. طبعا أنا كده كلمتك عن القطارات الجديدة، زي ما أنا كلمتك عن المتحف الجديد، وبصراحة ما شاء الله مشاريع وإنجازات يعني أنا أفتخر بيها وكل المصريين لازم يفتخروا بيها. وكده خلاص، شكرا ليكم، متنساش دعم بلايك وسبسكرايب وتشير غيرك وتعرفه، وأشوفكم في حلقة جديدة. دمتم بخير، سلام.